السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. كي راكم دايرين؟ صافا شويه غايه لاباس. بون اليوم قلبتها خدار كيما راكم تشوفوا، راني مع الخضره. شوالا جات في راسي واحد الفكره بغيت نبارطاجيها معاكم، باسكو شفت هذه بيطراف، كاع نعرفوها بيطراف اللي نصها حشيش، راكم تشوفوا نصها حشيش. جاتني فكره قلت نوزنها بالحشيش شحال وبالحشيش شحال. هنايا ما راني نتهم لا الخضار ولا الفلاح، انتوما اللي غادي تحكموا. دوك نشوفوها هكا شحال، ومن بعد كي نقلعوا لها الحشيش شحال، على خاطر احنا كي نشروها نشروها كيما راهي، وكي نبيعوها نبيعوها بلا حشيش. دروك تشوفوا في الميزان شحال توزن، وكي نقلعوا لها الحشيش شحال توزن. غنديروها في الميزان دقيقه تشوف خاوتي. ها هو الميزان، دقيقه تشوف، اسمحوا لي غير نحطها في الميزان. اييه يا ربي، هكذا راها فيها 10 كيلو ورطل. غادي نقلعوا الحشيش ونشوفوا شحال نتلاقوا فيها. شوفوا خاوتي، غادي نقلع الحشيش قدامكم هكذا نورمالمون. هكذا نورمالمون قاعد تشوفوا حوالي الخدمي. هاي نقلوا لها الحشيش ونشوفوا شحال فيها. انا تبالي بلي الحشيش اكثر من البيطراش، والله اعلم. دقيقه انا قريب كمل. ايلا كملت هنا مكاش دروك. ندو هذه للميزان ونشوفوا شحال فيها. الله اكبر، فيها 5 كيلو. ايلا 5 كيلو بالوسخ اللي طاح تما وكل شيء، 5 كيلو تما. هذه 5 كيلو دروك غادي كاع نقيسوها دروك. يبقى عندكم الحكم انتوما وين راه اللي راه يغش هنا، التاجر ولا الفلاح ولا ما نعباليش انا. ما رانيش نقول لكم باللي ماني نظلم في حتى واحد، مي جاتني هذه الفكره قلت نبارطاجيها معكم خاوتي. راكم تشوفوا 5 كيلو، كون زدنا الفد الوسخ اللي راه تما 5 كيلو، تما 5 كيلو غادي تقيسها.